الآن يا صبايا بنكمل موضوع اللي هو البرمجة، وزي ما حكينا المرة الماضية بدنا نعمل احنا نعمل لعبة حروف، لعبة حروف. آخر مرة آخر حاجة وصلنا لها طبعا أضفنا سكريبتات هنا على اللي هو موضوع الأيقونات الموجودة عندنا. بدنا نفرق بين شغلات أساسية. لما أكون على السين بعد على السين إيش موجود؟ في كود صح؟ اللي هو أون فريم ستوب، بيبدأ الفريم بإيش؟ بالايقاف. لازم يكون الشاشه يتم ايقافها. ليش؟ لانه في عندي زر بلاي، اللي هو الزر هذا شايفين الزر عشان يشتغل. طيب الزر بدنا نضيف للزر زي ما حكيت زميلك المره الماضيه، بدنا نضيف صوت صح. من وين بدي اجيب الاصوات؟ بروح على السي من عندك على جهاز الكمبيوتر، السي ويندوز، هاي اسمها ميديا بس عشان انه ايش تطلعي عليها. ما عادش يشتغل، انا بعطيك فرصه بس اكتبي عندك ميديا. هتلاحظي بعض الملفات الويب، ملفات الويب اللي هي رينج ومش عارف ايش والموف ونكست الى اخره. انسخي لك تنتين ثلاثه منهم، ضيفي لك اياهم وين؟ على سطح المكتب او على ملف المشروع. ملف المشروع انا باخذ الاصوات بضيفها على ملف المشروع. انا نفس نظام البريمير يا صبايا، انا بنشئ مجلد بحط جوا الملفات الخاصه اللي انا هشتغل عليها، وبسحب منها من الملفات اللي هي ايش الملفات اللي بسحبها للمشروع من خلال الملف. طيب احنا لما نيجي بنشغل المشروع، شغلنا المشروع، لاحظ انا لما اجي احط المؤشر ايش بيطلع معي؟ بيطلع علامة اللي هو الاصبع، معناته انه في مؤثر. طيب ايش المؤثر الثاني اللي بخليني استجيب؟ طبعا انا من طرق تصميم او مبادئ تصميم اي برنامج تعليمي، مبادئ علميه، يجب ان البرنامج يعطيني اثاره للطالب. من ضمن الاثاره قلنا اثاره بصريه حسية، إثارة صوتية سمعية. فإحنا بنضيف إثارة سمعية للطالب لما يحط المؤشر على الزر. طبعا الزر مش شرط يكون نص، ممكن يكون شعار حسب ما أنت مصممة. تمام، كيف بنضيف صوت على الزر؟ أول حاجة ركزي معاي، باجي بختار أداة الموف تول. تمام، هي ستوب المشروع. لازم أختار اللي هو المشروع نفسه، المشروع نفسه أو المكون نفسه. فانا ايش بختار؟ بختار اللي هو الصوره او الجروب. احنا عملناه جروب، كان بوتن عملناه جروب بين النص والصوره. فانا ايش بختاره؟ بعدين بروح وين؟ على سكريبت. لما اخترته لاحظي هنا يا صبايا، لاحظوا شغله اساسيه، انه السكريبت على الجروب. انا طبعا بدي اغير الجروب لانه على اساس انه نبدا نشتغل صح. انا هغير اسم الجروب، بقول له هنا اللي هو Object Attributes، Object Attributes من خلال Outline أو من هنا. تمام، إيش اسم الـ Object؟ مكتوب Groups، هسمي إيش؟ زر واحد، بالعربي بالإنجليزي مش فارقة، بقول له موافق. تمام، هي صار عندي زر واحد. زر واحد أنا بعرفه إيش معناته، هي زر الدخول، أو بسميه زر الدخول مثلا على البرنامج. فلما أجي هنا على الكود، طلع هنا على الكود، فبين معي ايش اللي هو الاتربتيوت الخاص بالزر. طيب الحين انا ايش قلنا ايش على ايش بدنا نشتغل؟ بدنا نشتغل على الزر نفسه، نشتغل على الزر نفسه. بروح على السكريبت، لاحظي انا على لما بكون في وضعيه الستوب. نرجع هنا، سوري اختار هنا، برجع هنا. انا لما باجي بختار هنا بعدها برجع هنا، عمليه الاختيار لايش؟ لا اللي هو الزر. بقول له سكريبت، لاحظي في السكريبت ايش طلع لي؟ on release افتح قوس play. ايش on release؟ يعني لما مش اضغط، مش اجي طبعا ايش الايفنت؟ طبعا لازم نحن نتعلم شغلات في السكريبتس. في حاجه اسمها ايفنت، في حاجه اسمها موفي كنترول. ما هي الايفنت في لغه البرمجه؟ ايش الايفنت؟ بالترجمه العاديه هي الحدث. ايش يعني حدث؟ ايش الاحداث الموجوده على الكمبيوتر يا صبايا؟ احداث ايفنتس في الكود في البرمجه. ايوه، إذا ضغطت هذه ضغطة تعتبر حدث، ضغطت بالماوس، حطيت مؤشر الماوس فوق القطعة، فوق المكون أو الصورة، سحبت مؤشر الماوس من القطعة، هذا حدث. شوف الأحداث الموجودة، طبعا كلها موجودة هنا اللي هي البريس، الضغط، ريليس يعني أسيب إيدي من الماوس، مش أضغط على الماوس، أسيب إيدي من الماوس، يعني ضليتني ضاغط ما بخشش، بضله عالق زي ما هو موجود في أغلب البرامج، إنه لو ضغطت على الزر ما بيشتغلش، لازم تسيبي عشان إيش يخش داخل البرنامج او يفعل الامر. في ايضا رول اوفر، انه يجي من برا على الصوره او على البوتون او غيره،
رول اوت يعني بكون على الصوره وبطلع برا، ايش بيصير؟ هاي احداث. في كذلك دراج اوفر اللي هي سحب من الى 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 الخارج الى اخره، تمام. ريليس اوت سايد اني امسك واسيب في الخارج. في عندي كي بريس اللي هي الكيبورد. اذا عندي الاحداث كلياتها قديش عندي في جهاز الكمبيوتر؟ كل الاحداث اللي انت حتشتغل عليها على جهاز الكمبيوتر عباره عن قديش؟ 2 4 و3 7 1 هي قديش؟ 8. كي بريس طبعا الكي بريس شامله لكافه الكيبورد، ازرار الكيبورد الكي بريس، تمام. طيب نفهمها، يعني احنا ايش حطينا في الزر؟ اون ريليس يعني لما اسيب زر الماوس، بدك تفهميها. لما اسيب زر الماوس ايش بصير؟ بشغل اللي هو ايش؟ السين، المشهد. ايش في عندنا احنا؟ هنا مشهد والمشهد شغل مشهد. ايش اللي بشغله؟ بشغل هذا المؤشر. ايش في عندنا؟ بلاي. لما بقول اونلي اون ريليس بلاي يعني اشتغل، شغل المشهد طلع لي المحتويات المشهد، تمام. طيب الحين انا باجي هنا، تمام، قبل اون ريليس باجي هنا قبل اون ريليس، تمام، قبل اون بضغط انتر وبطلع برا فوق، تمام. ما عملت شيء بس انا نزلت الكود لتحت. الحين فعليا زي ما حكيت زميلتكم، متى الصوت بيطلع يا صبايا لما باجي على الماوس على الماوس على البوتون؟ باجي على البوتون متى بيطلع؟ لما اضغط ولا لما اسيب ولا؟ هو الافضل ايه؟ لما احط الماشي هذا الافضل للاطفال. انت لاحظ الجيمز، في الجيمز الموجوده في التابلتس والجوجل بلاي، الالعاب الموجوده، اول ما بحط المؤشر او اصبعه على شغله معينه بيطلع صوت، بيطلع صوت. وهذا افضل شيء في الجيمز او في الالعاب اللي انا بدي اصممها. فانا قبل اون ريليس بدي احط، بقول له اد سكريبت ايفنت بوتون، ايش احط؟ لما يكون رول اوفر. ايش رول اوفر؟ يعني حط مؤشر الماوس فوق الزر. هاي الحدث الاول حدث. ايش اعمل بعد هيك؟ اذا اول حدث بدي اضيفه ايفنت بوتون، لانه انا يعني بتعامل مع بوتونز، بتعاملش مع فريمات ولا سيلف ولا تكست، عباره عن بوتون. بختار ايش؟ رول اوفر، يعني لما احط مؤشر الماوس فوق اللي هو الايش؟ فوق الزر، تمام. اعطاني كود صح؟ بقول لي من هنا، انت عارفين ان اللي اخذ برمجه بعرف ان انا بعمل ايفنت، بعدها بفتح جوس وبسكر جوس. شايفين ايش فتح الجوس؟ يعني ابدا ايش الاحداث اللي حتصير؟ من البدايه للنهايه، هي الاحداث اللي حتصير من بدايه وحيقفل هنا. بعد ما يخلص الحدث الرول اوفر ايش حيصير؟ حيروح على الريليس. طبعا الريليس حدث، فبينفعش يشتغل الا لما انت تنفذ الحدث. ايش حدث الريليس؟ انه يضغط ويسيب، وبالتالي انا اتحكمت في الزر، اتحكمت في قوه الزر. فباجي هنا انا بعد بفتح بعد ما افتح الجوس، او الجوس مفتوح جاهز، بحط المؤشر امام الجوس بقول له اد سكريبت. انت انا بتكتبيش حاجه، كتبت شيء؟ كتبنا شيء يا صبايا؟ كتبنا شيء بس اضافات، بس بضغط انتر عشان ارتب الاحداث عندي. انت بتفهمي ايش انت بتشتغلي. بروح على ساوند، ساوند ساوند، ايش بقول له؟ ايوه بلاي ساوند. بس بدك تركزي معي هذه القضيه، انا حاعطيكم مجال انكم تشتغلوا بلاي ساوند. او مضغط بلاي ساوند، وين خشت البلاي ساوند؟ بين القوس المعكوف الاول والثاني، انه بعد ما يحط ايش نقراه هذا، لما يحط الماوس فوق فوق الزر شغل صوت. طب ايش الصوت اللي بدي اشغله؟ الاصوات اللي ضفناها. طب كيف نضيفها؟ طريقه سهله. اول ما احط بلاي ساوند، لاحظي اوتوماتيك عندي السكريبت ايش صار؟ بلاي ساوند امبورت. باجي هنا بقول له ايش؟ امبورت. لك معي يا عوض، سيبيكي من شغلك، حتضيعي، خليكي معي، انا حسيب لك شغل كافي، وقت كافي للعمل. امبورت، بقول له امبورت، وبروح على مكان اللي فيه الصوت الويف، تمام. انا نقلت صوت من الاصوات اللي حكينا عنها الموجوده في الميديا، ويندوز ميديا. في عندك اصوات كثيره للويندوز الجاهزه كويسه، هذه اصوات للبوتونز، يعني في اصوات جديده وحديثه كويسه مناسبه. فانا اخترت واحد بقول له اوكي. انضاف هنا يا صبايا، نضاف فوق. انا ايش لازم اعمل؟ ليش نضاف فوق؟ لان انا ممكن اضيف اكثر من ساوند في يعني ريسيف في الرول اوفر، تمام. ما في عندي اكثر من حدث، الحدث الاول اللي هي رول اوفر. طب الرول اوت مش لازم يكون في حدث ثاني؟ او اقول له مثلا ستوب ساوند، ولازم احدد ايش الساوند. ممكن اضيف اكثر من صوت لما يعمل كليك، برضه ممكن احط كمان اضافه صوت. كيف انا بدي اضيف الساوند؟ انا لاحظت الساوند لما عملت له امبورت انضاف فوق،
ايش بعمل؟ باجي بحط المؤشر هنا بين علامتين التنصيص الموجودة عندي هنا، تمام، بين علامتين التنصيص، بقول له ايش؟ كليك. لاحظ اسم الويندو، اسم الصوت انضاف هنا، تمام. خلصنا. خلينا احنا نعمل تيست. هو هي المفروض احنا ما خلصناش الفكره صراحه، هنجرب. دائما انت زيك جيبي كود واعملي تيست. الحين لاحظي اول ما اعمل رول اوفر، سامعين الصوت؟ بس بدون صوت. سامعين اللي هناك اللي ورا سامع؟ هذا هو اسم الصوت. هل شغلنا صح؟ هو مش صح، بس ظاهريا انه صح. لاحظي رول اوفر كليك، خلص بخلص وبخش على اللي بعدي. ظاهريا انت شايفاه صح. ايش يعني ظاهريا؟ بمعنى انه انا حطيت ساوند، بعد ما يعمل صوت الساوند ايش لازم يعمل؟ بعد ما يشغل الساوند ايش لازم يعمل؟ بعد ما يخلص الساوند ايش لازم يسوي؟ البرنامج يفهمش. اذا شغلت الساوند ضل يعمل لوب 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 لوب، لازم نعمل ستوب. انت ببين ايش معك هنا ليش؟ لانه الساوند قصير قصير قصير، فانت ممكن راح يمكن عندك صوت طويل شوي، فانت بدك اياه كيف يعني. انا عشان تكون في الصوره، لو كان ساوند طويل حطيت المؤشر هنا وطلعت المفروض يقف، لما اطلع برا لازم يقف، انا بقفش بضل شغال لين ما ينتهي الصوت اذا كان عندي الصوت طويل. فهي الاشكاليه، انا عشان صوت قصير جزء من الثاني فمش مبينه معي، انا لازم هنا في السكريبت طبعا باجي بعد اللي هو رول اوفر، باجي هنا بضغط انتر، ركز معاي، بضغط انتر بعد الرول اوفر خلصنا. الحين بقول له اد سكريبت ايفنت بوتون كمان مره. ايش بنقول؟ لما نطلع بقول له رول اوت، رول اوت ايش هيعمل لي بعد الرول اوت؟ باجي هنا المؤشر هنا بحطه، بقول له اد سكريبت ساوند، ايش عمل لي في الساوند؟ ستوب ساوند، اي ساوند؟ هذا الساوند، تمام. باجي انا بشغل، تمام. حتى لحظه سريع بتجاوب معي، اما في المرحله الماضيه ما كانش. لما حتى لو كنت سريع زي هيك لازم يخلص الساوند كله بعدها يبدا من اول وجديد. هيك الطريقه الصحيحه لاضافه اللي هو ايش؟ الساوند، تمام.